لكل واحد من لأولادكم لأزواجكم، ورب يعطيكم نعمة ويعطيكم قوة باسم رب يسوع المسيح. أمين. خلينا نهدأ بهذا الوقت، خلينا نتشجع، خلينا ننظر إلى مجد الرب بوجه مكشوف بيسوع. إن شاء الله البرقة بموسى كان موجود برقة، لكن بيسوع إن شاء الله البرقة. ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. الأعداد القبلة كان يحكي عن هاي العدد، إنه موسى كان لبس برقة، لكن بيسوع إن شاء الله البرقة. فخلينا ننظر إلى مجد الرب بوجه مكشوف، ما نحط أي حاجز على وجهنا، ما نحط أي شيء، خلينا ناظرين شاخصين ثبتين أنظارنا على مجد الرب، ونتغير إلى تلك الصورة عينها. يا روح الله خذ مكانك أنت بحياتي، أعمل أنت بي يا روح الله. مهما اللي تصير صعبة على حياتي، لكن أنت الصالح. الله بالسماء أقدر من كل الأمور اللي تصير في حياتي. مهما الحرب قوية، الله أعظم وأقوى من كل الحروب. إلهنا صالح، إلهنا صالح عظيم، حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة. هو اللي جالس عن يمين الآب ويتشفع بينا. يا رب أنا أشكرك، مستحق إلهنا أن نقدم له ذبيحة حية مرضية كاملة بلا عيب، بلا عيب. بعهد القديم لما كانوا يذبحون ذبيحة لازم تكون بلا عيب، واليوم أنا وأنت يسوع اللي تقدم كذبيحة، واليوم أنا وأنت نقدم نفوسنا ذبيحة حية. رسالة روميا واضحة، عدد إصحاح 12 عدد الأول، نقدم أجسادنا ذبيحة حية. مستحق إلهنا أن أقدم له نفسي، أغلى شيء ما عندي أقدم له، هو المستحق. ما تردد من قدم ابنه وحيدة يسوع لأجله ولأجلك. كان المفروض أنا وأنت، لكن هو محبته بلا حدود اللي تجلى على عود الصليب وتألم وانصلب وانهان من أجله ومن أجلك. لكن هو خطط عظيمة لحياتي ولحياتك. كل الأمور اللي تصير بيها عوفة، اللي تصير بينا عوفة على صفحة وباوع بس على الصليب، واللي سواه من أجله ومن أجله. بالفترة راحت كنا نحتفل بالقيامة، ولولا قيامة المسيح لباطل إيماننا وكرازتنا. أمين. فخلينا نتشجع، خلينا نتشجع. ما أريدك بس بهاي الفترة إنه إحنا نتشجع أبدا. التسبيح والذبيحة دائما، مو بس بيوم الأحد، ولا هي فترة قبل الوعظ بنص ساعة إحنا لازم نسبح ونحط ترانيم ويطلع قائد ويقرأ مزمور ويصلي وبعدين يطلع القسيس. أبدا، التسبيح هو أسلوب حياة، هو اختراقات هو بالحرب، صدقوني. والكتاب منفرد كثير من يهوشافاط وداود وغير 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 وغير، وبولس وسيلة. أمين. خلينا نهدأ، خلينا نهدأ ونرفع قلوبنا، وتعال نتشارك ونعلن هذا الإعلان، نقول يسوع 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 يسوع، أنت الحمل المذبوح الجالس عن يمين الآب، لك المجد والسلطان. هاللويا. رددها، قول يسوع، قول يسوع. لما اجوا الجيش الروماني ودي يطلبون يسوع، دي يقول الصلب،
وجو الجنود قالوا لهم، سألهم يسوع من تطلبون؟ قالوا يسوع ناصري. قالوا معنا هو. سقط الجنود بالمكان. ليش؟ يهوى الذي يهوى. اسمع، اسم عظيم، اسم برج حصين يركض إليه الصديق، اسم يسوع. لما نقول يسوع تنهز أساسات. يسوع بمجرد بولس وسيلة كانوا يسبحون تهزت أساسات السجن وانفتحت قيودهم وطلعوا من السجن ببساطة الأمر، وصار خلاص من رئيس السجانين بمجرد كانوا دي يسبحون. أعلان، أعلن، أعلن يسوع. أنا مدى أنطيك دا أشجعك بكلمات أبدا، هذا أعلان لازم أنا وأنت نعلن. يسوع، 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 يسوع أنت عظيم، يسوع أنت قدير، يسوع أنت حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. أنت عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين، لك المجد والكرامة والسلطان وحدك يسوع. هللويا، هللويا. أعلن يسوع.